أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال حديثنا في باب في غيبة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف من كتاب الكافي الشريف الحديث الثاني من أحاديث هذا الباب عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: إذا فقد الخامس من ولد السابع فالله الله في أديانكم لا يزيلكم عنها أحد يا بني إنه لا بد لصاحب هذا الأمر من غيبه حتى يرجع عن هذا الأمر من كان يقول به إنما هي محنة من الله عز وجل امتحن بها خلقه لو علم آباؤكم وأجدادكم دينا أصح من هذا الدين لاتبعوه قال فقلت يا سيدي من الخامس من ولد السابع فقال يا بني عقولكم تصغر عن هذا واحلامكم تضيق عن حمله ولكن ان تعيشوا فسوف تدركونه. علي بن جعفر رضوان الله تعالى عليه شقيق الامام موسى بن جعفر. يروي هذا الحديث عن اخيه الامام موسى بن جعفر. الامام الكاظم في هذا الحديث يشير الى الغيبه ويبين انه في زمن الغيبه ينبغي على الناس ان يحافظوا على دينهم لان الفتن والشبهات في هذه الفتره اكثر من غيرها فالآن مثلا نحن نشاهد الشبهات التي كانت في عصر الأئمة التي كان يطرحها المخالفون والمنكرون والجاحدون هذه الشبهات أيضا يكررونها بصور أخرى وأضيف إليها شبهات أخرى نتيجة لغيبة الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف طبعا نذكر بين قوسين ان الشبهات الوارده على الدين هذه الشبهات تطرق الى اليها القران الكريم تقريبا ما من شبهه مطروحه في الزمن السابق او في هذا الزمان الا والقران الكريم اجاب عنها بطريقه او باخرى لأن الله سبحانه وتعالى جعل القرآن كتاب هداية، وكتاب الهداية كما يبين الحقائق يدحض الأباطيل والشبهات، فإذا الشبهات كلها مجابة عنها، إلا أن أهل الباطل يجترون تلك الشبهات، يبينونها بطريقة أو بأخرى. يعني في هذا الزمان تشوف المئات والالاف وعشرات الالوف بل مئات الالوف من الشبهات موجوده لكن هذه الشبهات هي نفس الشبهات السابقه بالفاظ جديده بعبارات جديده يجترونها بنفسها والجواب نفس الجواب الذي ذكره القرآن الكريم وبينه الأئمة، نهاية الأمر أنه حينما الكفار يجدون أو المنافقون أو المخالفون يجدون قضية يثيرون شبهة حول تلك القضية لم يكونوا قد أثاروا تلك الشبهة فيما مضى، في زمن الأئمة عليهم الصلاة والسلام مجموعة من الشبهات كانت موجودة والأئمة كانوا يفندونها. حينما غاب الإمام أضيفت شبهات أخرى، لماذا غاب؟ وهل هو ولد؟ وكيف ولد؟ وكيف يعيش هذه الفترة الطويلة؟ وكيف وكيف وكيف؟, وكيف؟ مع أنه إذا تراجع القرآن الكريم تجد الإجابة الشافية والوافية عن هذه الشبهات. يوسف عليه الصلاة والسلام أيضاً غاب. نوح عليه السلام ايضا عمّر عمرا طويلا. ايضا الله سبحانه وتعالى اجرى المعاجز على يد الانبياء والاوصياء. على كل حال فهذه الفتره الامام الكاظم عليه الصلاه والسلام يقول تثار فيها الشبهات. وكثير من الناس يتاثرون بهذه الشبهات. ليش؟ لأنه إذا القوي الذي يمتلك السلطة والمال والإعلام هذا يثير الشبهات، تشوف الضعيف الذي لا يمتلك المال ولا الإعلام ولا السلطة هذا قد يتأثر بتلك الشبهات، لا لأن تلك الشبهات فيها المنطق الصحيح لا هذا الانسان هو ضعيف والا الحق قوي الرسول صلى الله عليه واله يقول الاسلام يعلو ولا يعلى عليه والله سبحانه وتعالى يقول جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ويقول سبحانه وتعالى هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله الاسلام قوي كلمة الله هي العليا لكن الإنسان ضعيف وخلق الإنسان ضعيفا ينبهر بصاحب السلطة بصاحب المال ينبهر بهم فلذلك تؤثر فيه الشبهات هذا تشوف مثلا الحضارة الغربية قبل أن تسيطر المسلمون اقوياء بالحجه اقوياء بالسلطه اقوياء بالمال لذلك ما كانوا يتاثرون بما يقوله اولئك لكن لما صارت السلطه والمال والسلاح بيد اولئك واولئك ايضا يروجون لما قالوا ويثيرون الشبهات حول أصل الإسلام وعقائده وما يتعلق به فلذلك الشوف ضعاف الإيمان يتأثرون بما يقوله أولئك لأنهم منبهرون بهم على كل حال في فترة الغيبة لأن المؤمنين أقلية أقلية مغلوبة على أمرها ترى ان البعض يرجع عن هذا الامر لا لضعف حجه هذا الامر وانما لاجل الانبهار بدنيا الاخرين او طمعا في دنياهم او تاثرا بهم لانهم يمتلكون وسائل القدره حتى لو كان منطقهم منطق الباطل وهذا امتحان من الله عز وجل ايضا ذكرنا فيما مضى أن الغيبة فيها جوانب مختلفة من تلك الجوانب أن الله سبحانه وتعالى عاقب الناس عقوبة للناس لأنهم خذلوا الأئمة من قبل الإمام المهدي مو يوم يوميا 250 سنة فالله سبحانه وتعالى خذل فالله سبحانه وتعالى غضب عليهم فغيب الإمام عقوبة هذه من جهة. من جهة أخرى امتحان للناس لأن الله سبحانه وتعالى يمتحن الناس. لماذا الله سبحانه وتعالى أمر موسى أن يذهب إلى الطور وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة؟ الله سبحانه وتعالى كان يمكنه وهو قادر على ان ينزل التوراه على موسى في لحظه واحده من غير حاجه الى ان يذهب الى الطور اربعين يوما لكن الله سبحانه وتعالى اراد ان يمتحن بني اسرائيل فلما غاب موسى عنهم اربعين يوما اتخذوا العجل ظنوا ان موسى قد مات سقطوا في الامتحان والسامري أثار شبهة صنع عجلا جسدا له خوار فقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي، وهم بالأساس أشربوا في قلوبهم حب العجل، حب العجل، فلذلك حينما استغل السامري غيبة موسى عليه الصلاة والسلام وصنع العجل ودعاهم الى عبادته عبدوه ليش لانه السلطه كانت بيد الفراعنه وهم كانوا يصنعون تماثيل ويعبدون تماثيل وبنو اسرائيل تربوا في هذه الاجواء شوف صاحب السلطه والمال وكل شيء يعبدون هذه التماثيل فذولهم تربوا في هكذا مجتمع انبهروا بذلك المجتمع فلما الله سبحانه وتعالى أنجاهم بيد موسى عليه الصلاة والسلام ورأوا الآيات بمجرد أن عبروا من البحر ورأوا غرق آل فرعون وجدوا قوما يعبدون صنما قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الهه لكن مع وجود موسى عليه الصلاه والسلام لم يتمكنوا من ذلك فلما غاب موسى لايام عبدوا العجل امتحان من الله سبحانه وتعالى لهم انما فتنتم به وهكذا الله سبحانه وتعالى اراد ان يمتحن المسلمين والشيعه في فتره الغيبه تثار الشبهات من اصحاب السلطه والمال والاقوياء وهؤلاء يتاثرون ثم بعد ذلك الامام عليه الصلاه والسلام يقول ان كونكم اقليه مضطهده لا تمتلك المال لا تمتلك السلطه لا تمتلك الاعلام هذا لا يعني انكم على باطل، لان الاكثريه في العقائد ليست دليلا على الحق. "وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقليل من عبادي الشكور". الله سبحانه وتعالى بين الحق لكن الشهوات موجوده. هذه الشهوات تسوق الانسان الى الباطل. فلذلك لا تتصوروا انكم اقليه مضطهده، امامكم غائب، معنى ذلك انكم على باطل. كما ان هارون عليه السلام والقليل ممن معه ثبتوا على التوحيد، واكثر بني اسرائيل رجعوا عن التوحيد الى عباده العجل. في زمن غيبة موسى القصيرة، هذا لا يعني أن لأن أولئك أكثرية وهؤلاء أقلية فالأكثرية على حق، كلا في العقائد ليس الميزان على الأقلية والأكثرية، إبليس خاطب الله سبحانه وتعالى بعد أن عصى في السجود لآدم: "ولا تجد أكثرهم شاكرين" وبالفعل الله سبحانه وتعالى أقره على هذا الكلام أن أكثر الناس ليسوا بشاكرين نعم أكو مسألة أخرى بالنسبة إلى النظام الإداري النظام الإداري أن تتبع الأكثرية مثلا في الانتخابات التي تجرى هذا لا يرتبط بأمر العقائد هذا يرتبط بنظام اداري وكاله عن مجموعه من الناس وبحثه في في بحث الفقه السياسي، لكن الكلام بالنسبه الى العقائد الاكثريه من ادله الحق كلا، بل غالبا الاكثريه تكون مع الباطل. في هذا الحديث الامام الكاظم عليه الصلاه والسلام يقول: اذا فقد الخامس من ولد السابع السابع منه هو هو نفس الامام الكاظم الخامس من ولده الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف لان الامام المهدي الحجه ابن الحسن ابن علي الهادي ابن محمد الجواد ابن علي الرضا عليه الصلاه والسلام ابن الامام الكاظم الخامس من ولد السابع السابع الإمام الكاظم الخامس من ذريته لماذا عبر هكذا تعبير لعله لأن الشيعة في زمن الأئمة كانوا ينتظرون أمر الإمام المهدي كانوا يعلمون أن الأئمة اثنا عشر وكانوا يعلمون بان الله سبحانه وتعالى جعل احدهم القائم المهدي الذي يظهر فيملأ الارض قسطا وعدلا بعد ان ملئت ظلما وجورا بس ما كانوا يدرون يا هو منهم المهدي هل المهدي هو الامام الكاظم او الامام الرضا او الامام الجواد او الامام الهادي او الامام العسكري ما كانوا يعلمون بذلك. لماذا؟ لأن الأئمة عليهم الصلاة والسلام أرادوا أن يبقى الأمل في قلوب الشيعة. لأن الإنسان إذا فقد الأمل لعله ينهار. أما إذا بقيت جذوة الأمل مشتعلة في قلبه فهذا الإنسان لا ينهار وهذا وهذه من فلسفة الانتظار، لأن الشيعة في طول التاريخ أقلية مضطهدة، وكان ينكل بهم أشد تنكيل، الإنسان المضطهد الذي ينكل به هذا إذا عنده أمل يستمر يحافظ، إذا ما عنده أمل ينهار الآن مثل مثلا كتيبة محاصرة من الجيش هذه الكتيبة المحاصرة إذا ما لهم أمل بأن يأتيهم المدد خلاص يقولون إحنا ما عندنا أمل قد ينهارون يستسلمون لكن إذا عدهم أمل بأنه سيأتيهم المدد يواصلون في المقاومة ليش انتظارا لوصول المدد هسه اذا المدد يوصل بعد اسبوع شوفوا من الان الى بعد اسبوع ما مجال للمقاومه ينهار لكن يقال له ان المدد سياتي متى بعد لحظه بعد ساعه بعد يوم بعد اسبوع هذا ما دام عنده امل يواصل المقاومه المؤمنون في زمن الأئمة عليهم الصلاة والسلام كانوا مضطهدين من قبل السلطة الأموية والسلطة العباسية أشد اضطهاد تارة الاضطهاد كان يزداد إلى ذروته وتارة كان اضطهادا كبيرا وكذلك الآن تعيين زمان الظهور لم يكن من الصالح لو كانوا يدرون بأنه المهدي سيكون بعد سنوات طويله لعله كانوا ينهارون لذا الامام يعبر اذا فقد الخامس من ولد السابع ولم يشرح هذا الكلام بتفصيل لذا علي بن جعفر يساله من هو الخامس من ولد السابع الامام عليه الصلاه والسلام ما اجابه وانما قال عقولكم تصغر عن هذا واحلامكم تضيق عن حمله يعني لا يمكنكم ان تدركوه واذا ادركتموه لا تتحملوه تاره الانسان لا يدرك شيئا ما يفهمه تاره يفهمه لكن لا يتحمله فلذلك الامام عليه الصلاه والسلام لم يفصح له بأن الخامس من ولد السابع من هو قال إنكم إن عقولكم تصغر عن هذا ما تتحمله لأن أكو حقائق الإنسان لا يتحملها وأحيانا الإنسان لا يدركها أصلا تصغر عن هذا إن لا تدركه تضيق عن حمله أن لا تتحمله ولذلك أحيانا تشوف أن بعض الناس إذا علم بعض الحقائق يرتد أحيانا يموت أصلا من شدة وطأة تلك الحقيقة على قلبه ولكن الإمام يقول ولكن إن تعيشوا فسوف تدركونه لأن بين وفاة الإمام الكاظم عليه السلام مسموما في سنة 183 وولادة الإمام المهدي في سنة 255 الفاصل 72 سنة يعني إذا واحد كان في زمن الإمام الكاظم شابا وعمر إلى مئة سنة يمكن أن يدرك الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، إذا الإمام يبقي جذوة الأمل في قلبه، ولكن إن تعيشوا فسوف تدركونه. هذا خلاصة توضيح هذا الحديث الشريف، في هذا الحديث الشريف الإمام يقول: الخامس من ولد السابع، لماذا قال هكذا؟ لأن الواقفة كانوا يزعمون أن المهدي هو الإمام الكاظم، وانحرف بالوقف أناس كثيرون، ولو أن أصل تأسيس الوقف كان بسبب الذين طمعوا في أموال الإمام الكاظم، لأن الإمام كان مسجوناً، فهؤلاء تكدست عندهم الأموال. ينتظرون الامام يطلق سراحه حتى يامرهم بصرفها في مواردها، فلما توفي الامام مسموما طمعوا في تلك الاموال فانكروا موته وادعوا انه هو المهدي. فهذا الكلام فيه رد لهم ايضا. يقول الامام ايضا في هذا الحديث فالله الله في اديانكم، يعني اتقوا الله، اتقوا الله في اديانكم. لماذا جمع الدين مع ان الدين واحد ان الدين عند الله الاسلام لماذا قال اديانكم باعتبار تعدد المخاطبين هذا المخاطب له دين هذا المخاطب له دين هذا المخاطب له دين فباعتبار تعدد المخاطبين جمعه على الاديان مع ان الدين واحد هذا بالنسبه الى هذا الحديث الشريف حديث آخر عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول إياكم والتنويح أما والله ليغيبن إمامكم سنينا من دهركم ولتمحصن حتى يقال مات قتل هلك بأي واد سلك ولتدمعن عليه عيون المؤمنين ولا كما تكفأ السفن في أمواج البحر فلا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه وكتب في قلبه الإيمان وأيده بروح منه يقول الإمام الصادق عليه السلام إياكم والتنويه التنويه هو رفع الذكر نوه به يعني رفع ذكره وقد ذكرنا فيما مضى ان الائمه نهوا عن تسميه الامام المهدي باسمه في زمن الغيبه الصغرى فالامام ينهاهم عن ذلك لانه اذا ذكر الشيعة ان فلان هو الذي يخرج هو الذي يخرج الائمه قبل الامام الكاظم وهذا الكلام ليس بالصحيح هذا اولا وثانيا كان يوجب أن السلطة الغاشمة العباسية تفتح عينها لإيذاء الإمام الذي يقال أنه سيظهر ضدهم، هذا بالنسبة إلى الأئمة قبل الإمام المهدي، بالنسبة إلى الإمام المهدي في الغيبة الصغرى أيضا ذكرنا فيما مضى أن الإمام كان مختبئا مختفيا بالطرق الطبيعية في, في الغيبة الصغرى فالاختفاء بالطرق الطبيعية في الغيبة الصغرى يحتاج إلى احتياطات ومن تلك الاحتياطات أن لا يذكر الناس اسمه وإنما يكنون عن حتى لا يقصده الحكام العباسيون فيضيق الأمر عليه لأنه إذا الحاكم طلب إنسان وهو مختبئ يضيق الأمر عليه إذا لم يطلبه وهو مختبئ لا يضيق الأمر عليه. لذا الإمام يقول: إياكم والتنويه. أما والله ليغيبن إمامكم سنينا. كلمة سنين في اللغة العربية غالب العرب يعربونه بالواو والنون وبالياء والنون. جاءت سنون ومررت بسنين. هذا غالب العرب. لكن بعض العرب ومنهم بنو عامر كما في التصريح في شرح التوضيح للازهري بعض العرب يعربون كلمه سنين بالحركات الثلاث سنينا سنين سنين فهذا الكلام على حسب لغه بني عامر أما والله ليغيبن إمامكم سنينا هذه نكرة كم سنة لم يعينها من دهركم ولا تمحصن تمحصن يعني تمتحنون التمحيص والامتحان وأصل التمحيص هو التنقية من الشوائب لذا الذهب المغشوش خالطين به من الفلزات الاخرى هذا يوضع في النار لان درجه ذوبان الفلزات تختلف فيوضع في النار فحينما ترتفع درجه الحراره يذوب الفلزات الاخرى تذوب الفلزات الاخرى ويخلص الذهب منها هذا يسمى التمحيص تنقية الشيء عن الشوائب تنقية الذهب عن الفلزات التي غش الذهب بها زين الإنسان المؤمن قد يكون علق في قلبه ذنوب علقت في قلبه ذنوب بعض التصرفات غير الصحيحة فالله سبحانه وتعالى يريد تطهير هذا المؤمن كيف يطهره؟ يطهره بالصعوبات في زمن الغيبة صعوبة على الإنسان لا يتمكن من اللقاء بإمامه وأمواج الشبهات من كل مكان توجد ولا, تم لا ولا تمحصن الله سبحانه وتعالى يختبركم بهذه الطريقة لتنقيتكم لأنه إحنا عندنا اختبار عندنا امتحان عندنا تمحيص عندنا ابتلاء هذه معانيها تختلف ولو كلها من حيث المورد واحد الله سبحانه وتعالى يريد يميز الخبيث من الطيب يبين المنافق عن غير المنافق هنا يمتحن يريد يصف المؤمن هنا يمحص يريد تبين تتبين حقيقة الناس هنا يبتلي الابتلاء يبين حقيقة الناس ولا تمحص حتى يقال مات البعض يقولون مات البعض يقولون قتل البعض يقولون هلك البعض يقولون اصلا ما ولد لانه بعد وفاه الامام العسكري بالسم عليه الصلاه والسلام افترق الناس لان الامام غاب البعض امنوا بالامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف البعض من بعد الإمام العسكري رجعوا إلى جعفر، ادعوا إمامة جعفر ابن الإمام الهادي. البعض أنكر إمامة الإمام الحسن العسكري، قال تبين أنه جعفر هو الإمام من الأول، وفرق أخرى افترقوا حوالي 12 فرقة افترقوا، وهذا أمر طبيعي لأن عيسى عليه السلام عندما غاب افترقت النصارى 72 فرقة. حينما موسى عليه الصلاه والسلام توفي افترقت اليهود 71 فرقه، بعد الرسول صلى الله عليه واله افترق المسلمون 73 فرقه، بعد الامام العسكري افترق الشيعه 12 فرقه، وهذا من امتحان الله سبحانه وتعالى على الناس، لكن المؤمنين هؤلاء يحافظون على دينهم. وهم مع ذلك متأثرون ولتدمعن, ولتدمعن عليه عيون المؤمنين إما لأجل غربته وغيبته أو لأجل فراقهم إياه أو شوقا إلى لقائه وللحديث تتم نتركها إلى حلقة قادمة هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين